يا صاحب المقاطع الفيديو اللي مهيب تنقض الوضوء تنقض الإيمان، يا صاحب المشاهد الخائنة، يا صاحب الصور الإباحية، يا صاحب الدردشات الخائنة، يا صاحب مواقع تويتر العفنة. نعم ما أحد رآك، لكن أين الله؟ إن السهم المسموم الذي ترسله عينك يرتد عليك سما زعافا يقطر ليقتل مهجتك وإيمانك. أنت كم رأيت؟ إذا مشاهدة العورة مرة واحدة تظلم الوجه، تفسد القلب، تفسد الرزق، تكدر العيش، تثقل الطاعة، تسقطك من عين الله نظرة واحدة. إذا الذي كرر النظر في المشاهد كل يوم هل بقي عند قلب؟